الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وصل إلى ما يقارب 57 مليار دينار جزائري في الفترة ما بين 15 إلى 2021، أي بمعدل يفوق 8 مليار دينار جزائري في السنة، وهذا بعنوان الصندوق الخاص بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي فقط دون احتساب المخصصات الميزانية والمالية ضمن ميزانيات الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة الأخرى. وقد مكنت هذه الاستثمارات من إحداث العديد من الهياكل القاعدية للبحث، نذكر منها على سبيل المثال إلى الحصر مخابر البحث التي وصل عددها نهاية سنة 2021 إلى 1661 مخبر، بالإضافة إلى 29 مركز و43 وحدة بحث و24 محطة تجارب.